وخلص معاك في اقل من دقيقة. يبقى هنا لما تجيلك المسألة ما تقولش بقى يا مستر ده صعب، انت عايزني اجمع لك من واحد لحد 100 وامسك بقى الآلة الحاسبة، ده انت حتى بالآلة ياخد معاك وقت. فهي دي تنمية مهارات الرياضيات، ازاي اشغل ده في اني اجمع حاجات كتيرة قوي. فلما اجيب لك المسألة ما تقولش دي صعبة، لا، اللي حاطط المسألة هو عارف ان وقتها هياخد قد كده عشان في طريقة كذا. طب الطريقة اتعرفها ازاي؟ انا بعرفك اهو، ما انا بعلمك، بقول لك خلي بالك لما تيجي الفكرة دي نعمل كذا، دي نعمل كذا. يبقى انت كده لما النهاردة ان شاء الله، بكرة، بعده، درب نفسك كل مرة على جزء. وعايزك بقى تبقى فنان. ازاي؟ كل مسألة خدتها النهاردة حل عليها تاني، انت من دماغك ألف، ألف مسألة تانية بأرقام مختلفة، غير، جرب نفسك، هتلاقي نفسك خلاص ثبتت في دماغك. طول ما انت بتجرب بتبتكر هتيجي معاك بسهولة. غير، بدل من واحد لمية خليها من واحد لمتين، من واحد لخمسين، جرب الأول صغير واكبر معاها وهكذا. تعالوا ننتقل لفكرة تانية.